أم كلثوم. اسمها فاطمة إبراهيم السيد البغتاجي حسب ما مثبت في السجلات الرسمية. ولدت في الدهلقية عام 1898. تزوجت أم كلثوم وهي في العقد السادس من عمرها بطبيبها الدكتور حسن الحفناوي عام 1954. أم كلثوم اشتهرت خلال مسيرتها الفنية بلقب سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق. قدمت نحو 320 أغنية، وصنفت أغنيتها الأطلال ضمن أفضل 100 أغنية أنتجت في القرن العشرين. من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة، واسف كان والدها يعمل مؤذنا ومنشدا للموشحات في الموالد والمواسم الدينية. حفظت القرآن الكريم وتلقت تعليما دينيا تقليديا. في سن 10 بدأت تشارك والدها في عمله الإنشادي بعد أن اكتشف عذوبة صوتها. انتقلت إلى القاهرة مع أسرتها عام 1921، حيث كان لها موعد مع الشهرة والثراء. مسيرتها الفنية حافلة على يد أبرع الملحنين مثل محمد القصبجي، رياض الصنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي. غنت لمشاهير الشعراء المعاصرين، واختارت كلمات لأغنياتها بعناية فائقة جعلتها تملك قلوب الجماهير المتعطشة للفن والأدب. توفيت أم كلثوم في 3 شباط عام 75 بعد معاناة مع مرض التهاب الكلى، ودفنت بالقاهرة في جنازة مهيبة. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع.